بين أزقة المدينة القديمة سيجذبك صوت مطارق الحدادين من داخل هذا المحل. أعمدة دخان تغطي هذه اللافتة التي تروي قصة صراع بين الحديد والنار امتدت ل78 عاما. هذه مهنة جدي الله يرحمه، حديد تقليدي عنده 100 سنة الله يرحمه، هو يخدم فيها سمروا، يخدموا فيها العويد، نخدموا فيها الصفايح تاع العويد، نخدموا فيها الشبابن، زوجة تاع الفلاحة، كروشيات، المهم زوجة تاع التقليدي كانوا يخدموها. المشارية من وقت جدي كانوا يجوا، كانوا صغار كانوا يجوا مع بوياتهم وعمومهم وأصحابهم، دوكا ولادهم راهم يجوا يخدموا معانا. الخدمة تاع بكري مازالوا شادينها دوكا. في ذاك الوقت كان عمي أحمد هو من مواليد 1923، عمي أحمد المدعو الحمولي، هبط للجزائر تعلم الحرفة هذه في سنة 1949، التحق بالجماعة هنايا وفتح المحل. احنا ما نستعملوش لاميل وما نستعملوش لا، احنا عندنا لافينيسيون تاعنا بالمرطو والمعون، دخل في النار اجبد الاخذ والرد، واحد يضرب الاخر يرد، الاخذ والرد. فريد اخر الحرفيين الذي تتماذى على يد صاحب هذا المحل منذ 3 عقود، سنين لم تكن سهلة لولا الصبر والجلد وقلب كبير يذيب اقصى المعادن في الارض. المهنة هذه تحتاج يعني اولا اصحاب القلوب الكبيرة، اصحاب الارادة، اللي عنده قلب صحيح يخدمها، واللي ما عندوش قلب ما عندوش الارادة ما يقدرلهاش. يعني احنا بنعلموا مورانا، انا دوك انا اخر، انا والتالي في من الناس اللي تعلمت عند عمي احمد، انا والتالي وراني نعلم فيها الاولاد ولاده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سقساوه، قالوا له ما هي اشرف المهن يا رسول الله؟ قالوا له وما من مهنتي داود، هذه مهنه داود عليه السلام. هي من اشد واصعب المهن عبر التاريخ، لكن وبكل حب وشغف استطاع هؤلاء ان يستعبدوا اشد المعادن قسوه في العالم.